مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة نسلط الضوء على واحد من أكبر مصانع إنتاج الأثاثات والموبيليا في السودان، مصنع موبيليا سنتر للموبيليا والأثاثات، والذي أنشئ في العام 1980 ويعد من أكبر مصانع إنتاج الأثاثات التي تغطي السوق السوداني وتنافس المنتج المستورد. أهلا وسهلا بكم. معنا الآن الباشمهندس ياسر غريب، رئيس قسم التشغيل بمصنع موبيليا سنتر لصناعة الموبيليا والأثاثات. باشمهندس ياسر، أهلا بك عبر برنامج صنع في السودان. مباشرة، خطوط الإنتاج في مصنع موبيليا سنتر، يعني واحد من المصانع اللي بتصنع الأثاثات بجودة عالية، والميزة أكبر ميزة تفضيلية أنها هي تنافس الأثاث المستورد بكل أنواعه. عرفنا على خطوط الإنتاج في المصنع. احنا حضرتك بنشتغل بكل الأخشاب المستوردة، كل الأخشاب المستوردة اللي الكواليتي بتاعها عالي، اللي بتناسب مع الجودة بتاعتنا اللي احنا معروفين بيها. نمرة واحد، احنا بنبتدي من قسم التشغيل من أول المخزن الخشب. أول ما بيجي الخشب بنشوف نسبة رطوبته، هل هي مناسبة ولا لا، هل الكواليتي بتاعها مناسب ولا لا. بعد كده بخاطر الإدارة إن المنتج كده تمام، أو الخامة اللي هنشتغل بها والمواد تمام مظبوطة، بتتناسق معانا وبتتوافق مع الشغل بتاعنا، بيبتدوا يدوني امر انتاج برقم ببتدي ان انا اشتغل بيه حسب المنتج اللي موجود، ان كان موبيليا او ان كان سفره او ان كان بلوك او ان كان ابواب بلاش او خشب سوليد. تمام، بيجي المكتب الفني بيعمل الديزاين بتاعه ورسوماته، اوكي، بيديها لاداره الانتاج، اداره الانتاج بترجع لي بعدها تديني التصميم بتفاصيله بملاحظاته، ان كانت ابواب او موبيليا او ايا كان، حسب الحاجة المطلوبة، إن كان الدولاب أو إن كان موبيليا أو إن كان غرفة نوم أو إن كان أبواب سوليد أو فلاش، حسب ما بيصيروا إن هم يدوا لي الأوردر على التسجيل برقم. تمام؟ ببتدي أنا من أول قسم عندي جوه مكنة التقطيع، بعد كده باخد المراحل، باخد أنا الرسم اللي هو بيبعته لي. تمام؟ ببتدي أفصله وأوزعه على كفية الناس الموجودة المتاحة عندي. تمام؟ ببتدي أخده مرحلة مرحلة لحد ما بيوصل المنتج بنسبة 70% بمراحله المكانيه، من اول مكنه التقطيع لحد مكنه الفريزه اللي هي الحاليه الاخيره. وبوصل المنتج ان كان باب سوليد بوصله للنهايه كده بنسبه 70%. بعد كده بعمل له امر تسليم للشخص اللي بعدي بيستلمه وبيشيك عليه، وبعد كده بيخش الدهانات يبتدي ياخد مراحله الاخيره. مراحل الفينشنج بيقولوا على الفينشنج. اوكي، ده ذكرت في بدايه حديثك انه يعني الزبون هو بيجي بيعرض على 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 اداره التصميم بشكل معين في المصنع. الطاقه الانتاجيه للمصنع، احنا عندنا الحمد لله رب العالمين عماله كافيه، عندنا اداره ناجحه جدا، بنبتدي ان احنا ننسق مع بعض. لو احنا حاليا معانا مشروع ومعانا عملاء ومعانا معرض، يعني ثلاث مراحل، بنبتدي ان احنا ننسق حسب كفيه الناس اللي موجوده الانتاج بتاعنا. كان ابواب بندي مرحله، انا عندي القسم مقسوم لثلاث اقسام لثلاث مراحل، مرحله للابواب السوليد، جزء للموبيليا خاص بيه اللي هو المسطحات اللي هو بيبتدي عباره عن دواليب او جزمات او غرف نوم باكمله، وعندي قسم تاني للابواب السوليد، الباب السوليد اللي هي الخشب الخام زي الباب دول اللي هو في ورايا حضرتك اللي هو الاوك كده، وعندي مرحله ما عندي قسم تاني اللي هو بتاع الباب الفلاش اللي هو بتاع المشروع دول. ده ثلاث خطوط انتاج عندي.
داخل قسم التصميم الآلي معنا الباشمهندس ماهر ياسين رئيس قسم التصميم الآلي. باشمهندس أهلا بك عبر صنع في السودان. ومباشرة التصميم الآلي وظيفته الأساسية أنه ينقل التصميم من على الورق أو من المخ إلى الواقع. يا ريت تعرفنا على كيفية العمل وعلى مرحلة العمل دي اللي هي جزء مهم جدا من وخط برضو تعتبر خط مساند لخطوط الإنتاج وعليها بتبني شغل كثير جدا. تفضل. مرحبا بكم في مصنعنا الصغير وفرصة سعيدة جدا. نبدأ نتكلم عن المكنة دي عبارة عن CNC ماشين، عبارة عن ان احنا بنصمم من الكمبيوتر ببرامج بتاعة اوتوكاد وبنحولها من برامج تانية للغة المكنة، برنامج اسمه ازبن. طبعا المكنة دي زي ما بيقولوا حديثة، شغل بتاع تصميمه صعب حبة كده يعني الحمد لله موجودين عليها. المكن ده احنا ممكن نصمم فوق برانا او ممكن نستلم اي حاجة من برا من الزبون، لدينا صورة خارجية تحولوها بنحولها للغة المكنة للاوتوكاد، بنصممها كلها. طبعا كل الصور بتيجي مختلفة مقاساتها، بعدين نجي هنا ده بعد ما ننتهي من مرحلة التصميم بنجيبها لمرحلة المكنة هنا الراوتر ماشين، بنبدأ ننزل التصميم في المكنة وحسب طبعا نوع الخشب عندنا بنشتغل فوقه بأنواع الخشب كثيرة، ممكن البنط الشغالين بها برضه حسب نوع الخشب اللي بنشتغل فوقه. أنت قبيلك ذكرت إنه المرحلة دي يا ماهر إنها هي صعبة، الصعوبة بتتركز وين؟ الصعوبة بتتركز أول شيء في التصميم بتاع البلنزات والبيجينة. مرات في حاجات إحنا نكون اشتغلناها يعني بنلعب حبة في الشغل، لكن يعني الحمد لله شنو نقدر نحط المرحلة دي. وطبعا المكنة دي زي ما بقولوا تقريبا واحدة هنا في السودان ما في غيرها، كنا أخذنا مرحلة كبيرة دي ما في غيرها في السودان ما في غيرها.
لازلنا متواصلين معكم مشاهدينا الكرام وسعيدين جدا من داخل معرض موبيليا سنتر للأثاث والديكور في الخرطوم نكون معنا الأستاذ أشرف زهير المدير العام لمصنع موبيليا سنتر للأثاثات والموبيليا. أستاذ أشرف أهلا بك عبر صنع في السودان. أهلا وسهلا مرحب بكم. بداية فكرة إنشاء مصنع للموبيليا والأثاثات في السودان هي من الأفكار اللي مرتبطة بتحديات كبيرة، يا ريت لو سلطت لنا الضوء على بدايات مصنع موبيليا سنتر. في الحقيقة بدأت الفكرة وبدأ موبيليا سنتر من العام 1980، ليست كتصنيع ولكن كاستيراد لأثاثات جاهزة من أوروبا خصوصا من ألمانيا وإيطاليا، وكانت عبارة عن ورشة للتجميع فقط، لتجميع الأثاث المصنع الجاهز. استمر الحال على كتجميع إلى العام 1986. هنا أنشئ مصنع موبيليا سنتر كتصنيع كامل للأثاث المنزلي والمطابخ بعمالة وخبرة إيطالية ومساعدة من عمال سودانيين اكتسبوا منهم الخبرة في الفترة دي لحد العام 2000. في العام 2000 مرحلة الثالثة اللي هو تم إدخال عمالة إيطالية في المصنع وتجهيز المصنع بمعدات وآليات إيطالية أيضا لإنتاج بالذات الأبواب والشبابيك في تلك المرحلة ليواكب النهضة العمرانية اللي انتظمت السودان في الفترة في بداية الألفية. استمر هذا الوضع إلى العام 2010، حيث قمنا بتطوير المصنع والانتقال إلى مكان آخر أوسع وإضافة ماكينات جديدة، واستعنا برضو بخبرات مصرية، وهنا انتقلنا من إنتاج الأبواب والمطابخ فقط إلى إنتاج كل المنتجات الخشبية من أبواب إلى شبابيك مطابخ حتى الديكور الداخلي، كل الأعمال الخشبية. ونحن الآن في المصنع مستمرين في المرحلة دي، إن شاء الله ننتقل إلى مرحلة أخرى ولتطوير آخر في المصنع إن شاء الله. نعم أستاذ أشرف، يعني كونه مصنع موبيليا سنتر هو من أكبر مصانع إنتاج وتصنيع الموبيليا والأثاثات في السودان، ده بيعني مسؤولية في المقابل كبيرة في منافسة المستورد اللي هو موجود أصلا وكاسب صغة الزبون أصلا في السوق منذ فترة طويلة جدا. كيف قدرتوا تعالجوا الموضوع ده؟ والآن المنافسة أعتقد أنها هي برضو محتدمة. والله أنا أقول بكل ثقة نحن متفوقين من ناحية جودة على المستورد، وأنا لا أوافقك الرأي أنه اكتسب ثقة الزبون بالذات في الفترة الأخيرة، يعني أصبح الزبون يعاني أشد المعاناة من الأثاث المستورد والأبواب المستوردة، لأنه بضاعة غير معمرة. فنحن بفضل الله يعني كثير كل زبون يتعامل معانا وجدنا منه الرضا، وكان المنتج بالنسبة له منتج على مستوى عالي ما عنده مشاكل زي المنتج المستورد. جميل، ده بيسوقنا لسؤال مباشر، الميزة التفضيلية لمنتج موبيليا سنتر. احنا بنستعمل أخشاب طبيعية، أخشاب معالجة، عندنا معالجات خاصة في مصنع موبيليا سنتر ضد التغيرات المناخية، وأهم ميزة عندنا إنه إحنا موجودين في البلد، حصلت أي مشكلة في المنتج ده إذا كان غرفة نوم إذا كان باب إحنا موجودين، المعالجة بتتم بالصورة المطلوبة. الخبرات العالمية اللي انتم بتتعاملوا معاه من سنة 80، مصنع موبيليا سنتر ده تاريخ قديم جدا، من سنة 80 حتى الآن تاريخنا هذا 2016، في جهات كثيرة جدا برضو بتكون انتم تعاملتوا معه وخبرات عالمية معروفة، يعني كل العمال اللي انتم شاهدتهم في المصنع أغلبهم من السودانيين، هم فين جزء كبير عاصر الألمان وعاصر الإيطاليين وأخذوا منهم خبرة كبيرة جدا،
وصاروا عمارة ماهرة جدا يعني لا تقل عن مهارة العامل الأوروبي. والآن عندنا عمالة مصرية برضو بخبرات عالية، ونقوم بتدريب يقوم بتدريب السودانيين. احنا بنستعين بالمناسبة بالخريجين بتاع المعاهد الفنية وبنستقطبهم عندنا في المصنع وبياخدوا خبرة وتدريب على ماكينات. جميل. ما بنقوها متوفرة. ده يمكن كان سؤالي لكن بشكل تاني، اللي هو ليه انتم ما استفدتوا من العمالة السودانية؟ ليه ما دربتوا العمالة السودانية؟ يعني معظم العمالة اللي العمالة في المصنع هي نحن رأينا، ما دعنا نقول كعدد يعني، لكن مركزين على جانب العمالة الأجنبية. ليه ما ركزتوا على الجانب السوداني؟ ما دربتوا الكوادر السودانية؟ لو لاحظت انت في المصنع هنا يعني في قسم الماكينات هو مصري لأنه أصلا يعني العامل السوداني ماكينات زي دي ما موجودة في السودان، فلازم تستعين بخبرة أجنبية عشان يأخذ منه الخبرة. والقسم الثاني اللي بتجد فيه برضو كمية من الأجانب أكثر من باقي الأقسام هو في القسم الدهانات، لأنه برضو يعني في السودان كانت المعاناة في السابق إنه في 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 الفينيشنج بتاع المنتج دائما ما بكون بالصورة المطلوبة، فعشان كده استعيننا بخبرات أجنبية. والآن في سودانيين معانا في القسم ده أخذوا خبرة كبيرة جدا وصاروا لا يقلوا عن الأجانب في 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 تشطيب المنتج التشطيب النهائي. جميل. شنو المشاكل اللي بتواجهكم أستاذ أشرف؟ بالإضافة إلى المشاكل اللي بتواجه الصناعة عموما في السودان، في مشاكل بتواجهنا احنا خصوصا في الصناعات الخشبية. أول طبعا اللي تكلمنا النقطة اللي تكلمنا فيها اللي هي العمال المدرب، احنا بنضطر نجيب عمالة من برا عشان ندرب العمال اللي عندنا لأنه ما في خبرات كافية في السودان في المجال ده. الحاجة الثانية المواد الخام، يعني عندنا مشكلة في استيراد المواد الخام، واحنا يعني بنطالب الدولة ينزل لنا المشاكل دي من جمارك وحاجات زي دي. المشكلة الثانية الماكينات دي ما في خبرات سودانية للصيانة بتاعتها وما في قطع قيار، فدي كلها بنضطر نحن نجيبها من الخارج. و بالإضافة إلى المشاكل بتاعت الصناعة عموما من دولار ودولار. أيوة طبعا، لأنه إحنا أغلب يعني موادنا الخام مستوردة، وطبعا مشاكل الصناعة عموما يعني في السودان نعاني كما يعاني الآخرون يعني. نعم. ولازلتم مستمرين؟ ولازلنا مستمرين لأجل الزبون. نعم. شكرا جزيلا لك أستاذ شرف زهير، المدير العام لمصنع موبيليا سنتر لصناعة الأثاثات والموبيليا. مشاهدين الكرام، لازلنا متواصلين معكم عبر صناعة في السودان. ابقوا معنا. أزلنا متواصلين معكم مشاهدين الكرام، ومعنا الأستاذ أبو بكر موسى رئيس قسم الجودة بمصنع موبيليا سنتر. أستاذ أبو بكر أهلا بك عبر صنع في السودان، ومباشرة عرفنا على كيف تتم عملية الجودة في مصنع موبيليا سنتر. مرحبا بكم قناة السودانية 24. مراحل الجودة عندنا في المصنع بتبدأ من رفع المقاسات من العميل وتأكيد المقاسات بواسطة مهندس مختص، ثم تقدم إلى المصنع لإداء المكتب الفني للتأكد من المقاسات الصحيحة، ثم إصدار أمر شراء بالمواد المطلوبة بواسطة المخازن والتأكد من جودة المواد، ثم تفريغها في المخازن بعد الموافقة وإحضار المواد وتتأكد تماما من المواد ما بها أي عيوب، خالية تماما من العيوب، ثم إدخالها المخزن وتأكد من عدم وجود بها أي آفات الضارة بالأخشاب، ثم تسليمها للمستودع بعد تأكد جودتها
ثم صرفها بواسطة طلب إنتاج المحدد باسم العميل، ثم تقطيع الأخشاب واختيار المقاسات على أساس أنه ما يكون في فاقد في المواد أو في المواد، ثم تأكيد القطع، تبدأ عملية القطع ونظافة الخشب المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة تدخين الخشب، ثم استمراره في قسم المكنات نظافة إلى أن يصل إلى قسم النجارة لتحديد شكل المنتج والعمل فيه وتجميعه ومتابعة ضابط الجودة في داخل قسم النجارة، لأن شكل المنتج بتاعنا يكون بدأ يظهر للعميل وللاستجابة لطلبية طلبات العميل أو متطلبات العميل، ثم بعد ذلك وبكون متابعها استمارة خاصة بقسم الجودة مع أمر الإنتاج، تسليم من قسم لقسم، ثم تجي إلى الدهانات منتج شبه تام استلامه، ثم بعد ذلك في داخل قسم الدهانات يوجد قسم للجودة تجويد الشغل هو صنفرته في المرحلة الأولى، ثم التأكد منه بواسطة ضابط الجودة، ثم يبدأ التأسيس بأول مادة في قسم الدهانات وهي مادة السلر لتأسيس وتأكد صلابة الأخشاب منها وتشبيعها تمام لكي لا تضر أي شيء، ثم بعد ذلك تتمرحل داخل الجسم صنفرة، ثم تاني ترجع الأسراء. لو في عندنا مادة اسمها بطانة أو تبطين الخشب بتظهر الشكل اللون بتاع الخشب في المرحلة دي، ثم يرجع تاني للصنفرة. تقريبا عندنا الصنفرة قريب 4 أو 5 مراحل داخل الجسم، ثم بعد ذلك تمشي إلى الفينيشين جوا. ففي الفينيشين في كباين حديثة جوا كما رأيتموها، وبعد ذلك بتاخذ مادة المط مع التلوينة اللون النهائي، ثم تصنفر صنفرة خفيفة بصنفرة 320 لكي لا تكون فيها أي شيء وسهلة الملمس، ثم بعد ذلك يكون منتج تام يجي ضابط الجودة يأكد التأكيد الأخير. بعد ذلك بنجي نحن ذاتنا نتأكد منها تماما من المنتج، ثم يبدأ تغليفه، تغليف المنتج.